بعد أن تناولنا تعريفات مصادر المعلومات والاقتباس والتوثيق وذكرنا أنواعها، نأتي إلى ذكر الضوابط التي يجب على الباحث مراعاتها عند استخدامه لمصادر المعلومات وعند اقتباسه من تلك المصادر وعند توثيقه لها. أولا، الضوابط التي لا بد من مراعاتها في الاستعانة بمصادر المعلومات: أولا، النظر في مدى العلاقة والتقارب الموضوعي الدقيقين بين المصادر المستخدمة وموضوع البحث، لأن عدم وجود علاقة أو تقارب موضوعي دقيق بين المصدر وموضوع البحث سوف يصعب على الباحث كثيرا في مسألة الرجوع إلى ذلك المرجع ومدى توفر المعلومات التي يبحث عنها والبيانات، ويخشى على أمانة الباحث العلمية في حال الاقتباس من تحريف الآراء والأفكار حتى تناسب سياق البحث. هذا أولا. ثانيا، حداثة المصدر وخاصة فيما يتعلق بالموضوعات العلمية الحيوية والمتجددة المعلومة، وحداثة المصدر ضرورية جدا في الأبحاث العلمية، لأن بالذات في علم الاجتماع خصوصا فيما يتعلق بأعمال المؤسسات أو دراسة لفئة معينة من فئات المجتمع، كان تقوم بدراسة لمدى مناسبة أو ملائمة احتياجات الخدمات المقدمة من وزارة مثلا الشؤون الاجتماعية واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مدى ملائمة الخدمات المقدمة واحتياجاتهم. لابد أن تكون المصادر التي تعود إليها حديثة، لأن الأنظمة تغيرت، البنود تغيرت، أضيفت بنود تغيرت بنود، تغيرت صياغة وأضيف وعدل وإلى آخره. عند رجوعك إلى مصادر سابقة أو قديمة أنت تفسد البحث، تفسد بحثك. بعد الانتهاء ستقترح أمور قد جرى تعديلها وجرى العمل عليها، فلن تكون قدمت شيء جديد في مجال بحثك. إذن لابد أن تراعي حداثة المصدر. ثالثا، الكاتب أو المؤلف المسؤول عن المعلومات الواردة في المصدر، هل هو معروف في الأوساط العلمية في مجال تخصصي؟ الكاتب أو المؤلف المسؤول عن المعلومات الواردة في المصدر، إذا كان معروف في الأوساط العلمية في مجال تخصصي، معرفته في الأوساط العلمية تنم عن سعة خبرته وطول باعه في مجاله، لذلك هذا يكسبه الكثير من الثقة والخبرة، وذلك ينعكس على كتاباته وعلى المرجع الذي يكون من تأليفه. رابعا، دقة المعلومات الواردة في المصدر ومدى إمكانية الاعتماد على ما يطرحه المصدر من أفكار وحقائق علمية، لأن أهم ما يمكن أن تقدمه مصادر المعلومات للباحثين هو مساعدتهم في بلورة أفكارهم عن الموضوعات المراد بحثها. إذن دقة المعلومة
مدى وضوحها يساعد الباحث في تكوين فكرة عامة عن موضوع قيد الدراسة أو قيد البحث. فكرة عامة من مجموعة هذه المعلومات الدقيقة والواضحة. هذا بالنسبة إلى ضوابط الاستعانة بمصادر المعلومات. نأتي إلى ضوابط الاقتباس. الباحث حينما يقتبس من مرجع أو من مصدر من مصادر المعلومات لا بد أن يكون هناك مجموعة من الحدود في مسألة الاقتباس. أولا، في حال طول الاقتباس، هذا أولا، طول الاقتباس المباشر في المرة الواحدة يجب أن لا يزيد عن نصف صفحة. الاقتباس المباشر في المرة الواحدة يجب أن لا يزيد عن نصف صفحة. حذف الباحث لبعض العبارات في حالة اقتباسه المباشر، حالة اقتباسه المباشر وليس بلورة الفكرة من جديد، لا نقول بلورة بل إعادة صياغة الفكرة، عفوا، في حالة اقتباسه المباشر تلزمه بأن يضع مكان المحذوف ثلاث نقاط، قوس معقوف ثم ثلاث نقاط ثم قوس معقوف. وإن كان المحذوف فقرة كاملة يضع مكانها سطر كامل منقط. إذن هذا بالنسبة لطول الاقتباس وبالنسبة لحذف بعض العبارات أو حذف فقرة كاملة من الجزء المقتبس. رابعا، وضع الاقتباس الذي طوله 6 أسطر فأقل في متن البحث بين علامتي الاقتباس، أما إذا زاد فيجب فصله. علامتي الاقتباس اللي هي القوس، تفتح قوس تضع النص ثم تغلق القوس. رابعا، اقتباس الباحث المباشر لا يجوز أن يكون حرفيا إذا زاد عن صفحة واحدة، بل عليه إعادة صياغة المادة المقتبسة من جديد. إذا زادت المادة المقتبسة عن صفحة كاملة يجب على الباحث أن يعيد صياغة المادة المقتبسة. خامسا، تصحيح الباحث لما يقتبسه أو إضافته عليه كلمة أو كلمات، يلزمه ذلك أن يضع تصحيحاته أو إضافاته بين معقوفين كما يتضح أمامك. طبعا ليست هذه الأقواس، أقواس مربعة، معروفة الأقواس المربعة، مغلقة وليست مفتوحة. هذا بالنسبة إلى ضوابط الاقتباس. أما ضوابط توثيق المصادر والمراجع، فأولا يجب أن يكون تقييم المصادر بشكل متسلسل بحيث يعكس كل رقم من الأرقام الواردة في النص يعكس الرقم الموجود في تقرير البحث. ثانيا، التأكد من كتابة المعلومات البيبليوغرافية للمصدر، سواء كان ذلك المصدر كتاب أو مقالة أو بحث في دورية. المعلومات البيبليوغرافية اللي هي معلومات التوثيق المعروفة، تاريخ الطبعة وما إلى ذلك. بعض الأمثلة للطريقة الصحيحة في كتابة المصادر سوف نستعرضها بالتفصيل. هذا ما يتصل بضوابط الاستعانة بمصادر المعلومات ومصادر مصادر المعلومات واستخدام الاقتباس والتوثيق، توثيق الكتب كما يظهر أمامكم، وتوثيق المقالات والبحوث الدورية.